صار المحور الأول مرتبط بالمخزون الغذائي. المملكة تمتلك أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط وتمول بعض الدول المجاورة، وما زالت حتى الآن دولتين مجاورتين تعرضتا لبعض الشح في بعض المواد الغذائية، قامت المملكة بتصدير هذه المواد الغذائية مباشرة لها. ولا صدرناها ولا طلعنا وقلنا حنا ترى صدرنا يعني ما بحثنا عن الشيء والاستغلاله لأزمة، ترقبنا دعمنا بعض الدول اللي جنبنا وعطينا ومديناهم مثلا ببصل ولا غيره من المنتجات الغذائية اللي عندنا. أبدا لم نعمل ذلك، ولم تصدر المملكة إلا لديها المخزون الكافي. وبالتالي أشدد مرة ثانية لكل المستهلكين والمشاهدين الآن أن المملكة تمتلك أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط، وهي قادرة على الاستيراد بمجرد الحاجة. وأكبر دليل على ذلك ما صرحت به وزارة الزراعة من استيراد أغنام بطائرات شحن في فترة زمنية قصيرة. بالتالي لا خوف، وبالتالي يجب على المستهلك أن يكون واثقا بحكومته، واثقا بتوفر هذا المخزون الموجود محليا. النقطة الثانية ما يتعلق بمعالي وزير المالية والاقتصاد، أنا أعتقد أن المواطن والجميع يجب أن يعرف تكلفة كورونا الاقتصادية. هي تكلفة عالية ولكن لأجل صحة المواطن وسلامته وأمنه، ولكن يجب أن يكون جزء من المعادلة. طيب خليني أكون معك صريحة فضل، إذا نعم. إذا كان عندنا مستهترين ذكر عنهم وزير الصحة، أكيد التحديات الاقتصادية الآن الدولة قاعد تضخ مليارات لأجل المواجهة، يعني والناس في بيوتهم والعاملين في بيوتهم، هل يمكن حتى المواطن المستهتر اللي حتى غير المستهتر، يعني المستهترين يمكن يلقون بأزمة حتى على الناس الملتزمين، أنه قد يكون في مثلا إجراءات اقتصادية يعني تقشفية قد المواطنين مثلا حتى موظفي الدولة مثلا بدلات أو غيرها متوقع إذا استمر بهذا الشكل؟ نحن نراهن على العقلاء وهم كثر ولله الحمد، ولكن يجب أن يعلموا أن إنفاق ما يقرب من 200 مليار ريال في فترة زمنية قصيرة ليس بالأمر الهين على التدفقات المالية. وبالتالي يجب أن يعي المواطن هذا الثقل في الجانب المالي والاقتصادي وفي الجانب الصحي والهلع الذي تقوم الذي يعم المجتمعات دول العالم، والهم الكبير الذي يحمله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والحكومة بشكل كامل التي تعمل 24 ساعة لتهيئة الظروف وحماية المجتمع المواطن والمقيم. وبالتالي يجب أن نتقبل ما يصدر من احتياطيات إن كانت أمنية أو اقتصادية أو غذائية، ويجب أن نكون في موقع المسؤولية بتحمل جزء من هذه المسؤولية التي تتحملها عنا الحكومة. لذلك أوجه رسالتي لجميع المشاهدين، للمستهلكين، للمواطنين، أن ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لم تقم به حكومات دول كبرى. وبالتالي يجب أن نقدر وأن نعي مسؤوليتنا تجاه هذا المجهود الكبير.